السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن اليقين المورث لحسن التوكل على الله. اليقين ضد الشك، ويعني الاعتقاد الجازم الثابت الذي لا يزول بتشكيك المشككين. واليقين يقول الإمام ابن القيم منزلته من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ويقول ابن مسعود الإيمان اليقين كله. وعن الحسن رحمه الله قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلماته المأثورة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومن مظاهر اليقين ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه حين قال اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، فإن الله بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. أحبتي في الله، اليقين من أهمه أن يوقن الإنسان أن مصيره إلى الآخرة، وأنها يوم الجزاء، وأن هناك محاكمة غير المحاكمة التي في الدنيا. وما أحسن كلمة سمعتها من أحد المصلحين وهو يطلب من أحد الأخوين المتنازعين أن يتسامح عن أخيه، فيقول له يا أخي أنت لك حساب الآن في البنك؟ قال نعم عندي حسابا في البنك. قال أتوقن أن لك حسابا في الآخرة عند الله مفتوح؟ قال نعم. قال فإن أخاك هذا إن أعطاك المال الذي تطالب به الآن دخلته في حسابك اللي في البنك، وإن جحدك وطلبته في الآخرة فإنه سينزل في حسابك في الدار الآخرة، وحسابك في الدنيا يورث ويأكله غيرك، أما حسابك في الآخرة فإن أحدا لن يتسلط عليه ولن يستفيد منه إلا أنت. ولهذا أيقن بحساب الآخرة مثل ما توقن بحساب الدنيا. ومن مظاهر اليقين أن يرضى الإنسان بالقضاء والقدر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن مظاهر اليقين حسن التوكل وعمل الأسباب، فالإنسان المتوكل حقيقة هو الذي يجتهد في عمل الأسباب من أبوابها، يطلب الرزق الحلال من أبوابه، ويستغل الفرص المناسبة في ذلك، ويطلب الأجر في الآخرة من أبوابه، ويستغل الفرص المناسبة لذلك. وهو إذا عمل ما أمر الله به أن يعمل فإن وصوله إلى الهدف
من الأشياء التي فتح الله له الباب إليها ودعاه لها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. واليقين مهم حتى في إجابة الدعاء، والإنسان إذا رفع يديه أو دعا في سجوده يعلم أنه يدعو قريب مجيب. يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيوقن في الإجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، رواه الترمذي. فالمؤمن إذا استيقن بأمور الآخرة، هانت عليه الأعمال في الدنيا، وقدم ما يحب لأنه يعلم أنه سيجده. الإنسان الآن إذا علم المال محبوب، محبوب إلى النفس البشرية، لكنه إذا علم وأيقن أنه سيجد ما أنفقه عند الله، هان عليه أن يبذله في هذه الدنيا ليجده أمامه عند الله. لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، استيقن ذلك أبو طلحة ووقف حائطه المسمى بيرحاء. لماذا؟ لأنه أيقن أنه سيجد ذلك عند الله تعالى. وإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أيقن بأن الله سيجعل له مخرجا، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وموسى عليه السلام لما تبعه فرعون وجنوده البحر أمامهم والعدو والحانق خلفهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لكن يقين موسى وإيمانه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فحينئذ أمره الله أن يضرب البحر، فانفرج 12 طريقا، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل مشت في طريق حتى خرجوا من البحر، فدخله فرعون، فلما اكتمله وجنوده أطبق عليهم البحر. وانظروا كيف استيقن السحرة الذين آمنوا بموسى عندما هددهم فرعون بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى، فاقض ما أنت قاض، إنما والذي فطرنا. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اقض ما أنت قاض، سوي اللي تبي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. وهذه ثمرات اليقين وحسن التوكل. وأذكر أن رجلا طلق امرأته وكان يتحداها أنها لن تجد مثله، وأنها ستذوق وسيمر بها كذا وكذا، فما كان منها إلا أن قالت له: أنت ظلمتني ورزقي على الله، رزقي ليس عندك. وسبحان الله تعالى، فتح الله لها أبواب الرزق، وتزوجت زوجا اغتبطت به، وأصبح هو يبكي ليله ونهاره على تلك المرأة الصالحة. وأذكر أيضا أن رجلا نازعه أخوه في الإرث وظلمه وأتى بشهود زور. هذا الرجل رضي
بالذين حكموا بينهم من جماعتهم وقال سيخلف الله علي، أنا واثق وعلى يقين أنني إذا تركت شيئا لله سوف يعوضني الله تعالى خيرا منه. إخوتي في الله، مرت الأيام ومرت السنون وأصبح هذا الرجل الظالم يعيش على زكاة إخوانه وصلتهم. لماذا؟ لأن الأول المظلوم استيقن بنصر الله وبفرجه وحصل له ما وعده الله تعالى به، وهذا الظالم قطع الرحم وآثر الحياة الدنيا وانتهى به الأمر إلى النهاية السيئة والتي يقول الله فيها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.